اللي يبغى أن تغفر ذنوبه وتعتق رقبته ويكتب في صحائف المغفورين على من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بالله، إيمانا بفرضية الصيام، إيمانا بركنية شهر رمضان، واحتسابا احتساب الأجر وتحمل المشقة من تعب وصوم وعطش وجوع وترك الشهوة أجل الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني صحيفتك تكون بيضاء، امحى كل ذنوبك، صلاة ساعة كل ليلة تكتب من القائمين، من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، واللي يصلي رمضان كله تعتق رقبته من النار، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. وش الأعمال التي تعتق رقبتي من النار؟ من صام رمضان في صيانة في خوف من الله نظر إليه ربه وأعتق رقبته من النار وغفر له ذنوبه. من فطر فيه صائما لوجه الله غفرت ذنوبه واعتقت رقبته من النار.